تفتكروا جواز عن حب ولا جواز صالونات؟ في رأيي إن الاتنين واحد ومفيش فرق ما بينهم، لأن الحياة قبل الجواز مختلفة تماماً عن الحياة بعد الجواز. أصلاً وجود حب قبل الجواز مش دليل على إن الجوازة هتكون ناجحة، ولا حتى دليل على إن الحب ده هيفضل موجود ومستمر. دكتور مصطفى محمود كان بيقول جملة جميلة جدا، كان بيقول أن دوام الحب لا يعتمد على الحب، ولكن يعتمد على مجموعة من الإنسانيات، وقال أنه هيسمي المجموعة دي الخير، الخير اللي بيبقى جوه الإنسان. وكمان قال أن الحب يشتعل وينطفئ. باختصار شديد، الحب احتياج ومسؤولية، وفي وجود المسؤولية بيكبر الحب. علشان كده بنلاقي ناس ما كانوش يعرفوا بعض قبل الجواز وجوازاتهم ناجحة جدا، والدليل على كده أهالينا أغلبهم ما كانوش يعرفوا بعض بس حبوا بعض وعايشين مع بعض لسنين. كمان حب الأب لابنه والبنت لأمها، تفتكروا هو حب بس ولا مسؤولية؟ عارفين، هو الاثنين، حب ومسؤولية، احتياج وعطاء. ربنا لما جه يتكلم في القرآن عن الجواز اتكلم عنه على إنه معجزة، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولما جه يتكلم عن الحب ذكروا في صورة سيدنا يوسف وقال شغفها حب، وكانت نتيجة الحب ده إنه دخل السجن. لكن في النهاية هتفضل أعظم قصة حب في التاريخ قصة سيدنا محمد والسيدة عائشة حين قال إني رزقت حبها.